Do you know? برافو! Good boy! طب احنا شفنا دلوقتي مثال حي. تيجي تاني اهو. Do you know? ها؟ برافو! وده ببساطة النتيجة اللي احنا وصلنا لها خلال السيشن انت بتشوفها دلوقتي. السلام عليكم، معاكم الكابتن مينا ملاك، معانا ليو. ليو زي اي كيس كلب جولدن، عمره شهرين 3 شهور، نفس العمر المتداول، عنده مشكلة العض. ومينا شفنا اهو اول حاجة بيعملها بيفتح بقه ويعض. طبعا الاونر كان بيتكلم عشان خاطر المشكلة دي عاملة له ازعاج كبير وقلق كبير في الموضوع، ان في اشخاص بتتعض وبتتعور، وانا مقدر ده. فخلونا مع بعض نشوف اصلا المفروض نشتغل على المشكلة ازاي وبنوصل لحلها ازاي، من غير ما نضرب الكلب ومن غير ما نزعق له ومن غير ما نوصل معاه لاي مشكلة انه يزوم علينا كمان. الاول انا حابب ان ليو يحبني ويعرفني، ما هو لسه ما يعرفنيش، لسه اول مرة يشوفني. فانا ببتدي ان انا اديله تريتس على حاجات حلوة هو بيعملها بسهولة. ليو بص لي هنا، برافو باي. ليو بص لي هنا فوق، ليو بص فوق، برافو. طبعا فكره ان الكلب اي كونتاكت معاك دي مهمه جدا عشان يسمع كلامك قدام بشكل اسهل واسرع، فلازم دايما تعمل ده كل يوم وباستمرار. ليو بص لي فوق، برافو انت شاطر، برافو. ليو بص لي انا فوق بقى، فوق تاني هنا، برافو. طبعا التدريب ده لما بتستمر عليه فتره طويله بيبتدي ان الكلب يبص لك في عينك لوحده على طول، وكانه مستني منك الامر تقول له اعمل ايه عشان ينفذه بعد كده، وده بيجي بالتدريب باستمرار. خلونا ناخد اول ليفل في اوردر نو. اوردر نو هو امر المنع، بنستخدم اوردر نو ده او امر المنع عشان امنع الكلب عن فعل العض. بس هل كده الكلب بيبطل عض؟ لا، كده الكلب ما بيبطلش عض، كده انا بمنع فعل العض دلوقتي لمجرد ان انا ما اتعورش او احس بالالم. المفروض انت بتمشي على شويه خطوات، اولها واهمها تفريغ الطاقه. عشان كده الناس اللي بتجيب كلاب تحبسها في البيت او تحبسها فوق السطح دي اكتر ناس بتواجه مشكله العض وبتعاني معاها. خلونا نبتدي باوردر نو اول ليفل. انا هنا ما بعملش اي حاجه غير ان انا حاطط الكبده بين ايديا، ودي كبده مسلوقه مش مقليه، مش مقطع عليها حاجه ومش بدمها. تمام يا جماعه، كل اللي انا بعمله ان انا حاططها دلوقتي بين صوابع ايدي وقافل عليها وما بتكلمش. تاني، برافو انت شاطر. دلوقتي دي قطعه فراخ، للناس اللي بتسال تريتس بتكون ايه، نفس الفكره. برافو انت ذكي ما شاء الله عليك. هو ابتدى يفهم من غير ما اتكلم اصلا انا عايز منه ايه. ما شاء الله، برافو انت شاطر. هو كان بينفذ الاوردر ده يعني على خفيف شويه شويه وشويه. طيب تمام، حلو قوي. وصلتي معايا ليفل عالي ولا لا؟ لا. طيب يعني الطبق لو اتحط ما بيرجعش عليه، يخش يجري عليها. تمام. طيب احنا هنجرب تاني ليفل، وهو ان انا اخلي التريتس في ايدي بالشكل ده. نو نو ها نو نو طبعا اهم حاجه الصبر، ما تزعقش. ولو انت بتتعض زي ما انا بتعض دلوقتي برضو اهم حاجه انك تثبت ايدك وما تزعقش عشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها. ها برافو، دي اول خطوه. تمام، طبعا لازم تكمل الفيديو معايا للاخر عشان توصل لنفس المرحله اللي انا وصلتهم عليه ونفس النتيجه. نو ها نو يا ليو، نو ايه
طبعا شايفين العض اللي بيحصل ده، واكيد برضو شايفين ايدي ثابته ازاي. نو ها ها ها، برافو. المره دي طولت شويه بس في الاخر وصلت ان هو اللي بعد عن ايدي. نو ها، برافو، انت شاطر انت شاطر. نو ها، ما شاء الله عليك، برافو، انت جميل. نو no. كان ممكن يعمل ده؟ لا طبعا. ممتاز، برافو يا ريم، انت شاطر. طبعا يا جماعه ما ببالغش في المكافاه، انا بقول كلمه المكافاه ومعاها التريتس وبدي طبطبه واحده او اتنين وما بكترش. الناس اللي بتقول لي تيجي تطبطب على الكلب بيعضها، اهو انا الكلب اهو بيلحسني مفيش مشكله، طبطب عليه تاني اهو، بصوا هيفتح بقه، مجرد ما هبتدي ان انا اسيب ايدي خالص اهو هو طلع ايديا بره بقه. نو ها ها ها، برافو، المره دي اصلا ما قربش قدام. تمام، نو ها ها، برافو، انت شطور انت جميل. كده انا خلصت ليفل 2، مش عايز اطول على ليو في ليفل 2، هنخش في الليفل الثالث وهو الطبق نفسه. تمام، ليو نو ها ها، نو، برافو شاطر. طبعا احنا سمعنا دلوقتي من الاونر اللي ما كانش بيعمل ده خالص. تمام، ممتاز. نو no. برافو، ممتاز. خلونا نغير مكاننا. بطل كسل. عايز كده؟ كده حلو صح؟ انا هيك كده انا اتعود. اسكت. ده عارف ده؟ ده نو. خلص خلص قول بسرعة. نو برافو شاطر. تاني نأكد تاني، كان بيعمل ده ولا لأ؟ لأ خالص. ممتاز. نو ها نو، برافو. انتوا بتضحكوا عليا، الواد مؤدب، هو مؤدب. نو برافو شاطر. نو no. انا قلت ايه؟ ايوه بكلمك انت، برافو. خد شوت. انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ قلت ايه؟ ده نو ها، ماليش دعوه، برافو. طبعا يا جماعه الرولز رولز، انا دلوقتي بقول له ان ده لا يبقى هو لا، مهما يعترض هو يعمل اللي هو بيعمله، انا قلت ان ده لا فلازم يمشي على كلامي. نو no. برافو، خد دي كلها.
طبعا كان مستحيل الطبق ده بالوضع ده بالاكل ده يفضل بينا احنا شخصيا. طيب كده اول مرحله في مشكله العظم. انا بخلص اوردر نو، كل اللي انا ببقى محتاج اعمله بعد كده ان الكلب خلاص هو فاهم يعني ايه لا، فاضل ان انا اكرر كتير عشان يسمعه في اي سيتويشن، وفي نفس الوقت تكون طاقته متفرغه. خلينا نبص. ممتاز. طبعا عيني ما تروحش من عليه وهو بيعمل كده، لازم اكافئ طول ما هو مستني. هو كان هيقوم ويروح ياكل، ولما قعد لازم اكافئه. بالتدريب ما بيبقاش وقت محدد. الناس اللي بتسالني بتقول لي ادرب وقت قد ايه، ملهاش مده، انت طول اليوم لازم تكرر التدريب. حط ايدي. Do you know؟ برافو! Good boy! طب احنا شفنا دلوقتي مثال حي. تيجي تاني. اهو. Do you know؟ ها؟ برافو! وده ببساطة النتيجة اللي احنا وصلنا لها خلال السيشن انت بتشوفها دلوقتي. طبعا لو انت لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تشترك في القناة، فعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. ولو احتجت تحجز كورس معانا زي ليو كده ما تنساش تكلمنا على الواتساب على الرقم اللي هيظهر دلوقتي قدامك على الشاشة. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.